السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سيلفي سبورت. معكم حميد كيالي، وحلقه اليوم عن اهم مباريات السبت والاحد. بعد التوقف الدولي ما انتهى وبعد فتره الملل اللي عشناها جميعا، رجعنا مره ثانيه لحتى نستمتع بالدوريات الخمسه الكبرى، ولحتى نستمتع بقمم افتقدناها بهذا الاسبوع او العشر ايام اللي توقفت بالنسبه لنا كره القدم، حتى وان كانت تلعب لدى المنتخبات. اليوم رح نحكي على اهم مباريتين بالبريمير ليج واهم مباريتين بالليغا اللي رح يلعبوا يوم السبت ويوم الاحد. وخلينا نبدا بالدوري الانجليزي. في قمه كتير كبيره رح تجمع توتنهام ومانشستر سيتي. هي القمه هي لحالها كتير كبيره، الى معاني كتيره عند بيب وعند مورينيو. هذا الثنائي اللي كان في بينهم صراع طويل جدا بالدوري الاسباني وبالدوري الانجليزي، وما زال مستمر من ايام ريال مدريد وبرشلونه، تشيلسي ومانشستر سيتي، وهلا عم بيتكرر بين توتنهام ومانشستر سيتي. توتنهام طبعا اللي عم بيقدم موسم او مستوى ممتاز منذ بدايه الموسم مع مورينيو، في انفجار هجومي جميل جدا لكين لسون، وتالق لافت لهويبرغ الصفقه الجديده لمورينيو بخط الوسط. الفريق بتحس صار في عنده عمق بالتشكيلة، واضح صار في عنده بدلاء خاصة في الخط الهجومي، بدلاء ممكن يغيروا رتم مباراة وممكن يغيروا نتيجته لما ينزلوا هو محتاجهم. طبعا إضافة ريجيلون واضحة، إضافة بيل في لحظات معينة كمان واضحة. مورينيو امتلك حاليا فريق بيقدر ينافس على بطولة الدوري، ولو كانت المنافسة بعيدة حاليا، لأنه مستوى توتنهام ما بنعرف إذا عنده هذا النفس الطويل ليقاتل حتى آخر الموسم ولا لا، بس الأكيد أنه عنده سكوات مهم جدا، وصار في عنده عناصر بتخليه أنه ممكن يفكر حتى يجيب دوري. توتنهام عم يعيش أفضل أيامه، ومثل ما قلت مباراة كتير مهمة لمورينيو على المستوى الشخصي قبل مستوى توتنهام وقبل صراع الصدارة. على المستوى الشخصي هو بيحب ينتصر بهاي المباريات ويوجه رسائل ثقة للاعبيه ولجماهيره أنه أنا رجعت، أنا مورينيو اللي ممكن يجيب البطولات، أنا السبيشال وان. السيتي كمان عم بيعيش ظروف جيدة، جاي من تعادلين وفوز، آخر تعادل كان ضد ليفربول. خلينا نعترف أنه قدام ليفربول كان هو الطرف الأضعف، الطرف اللي ما بحث على الفوز حتى ولو كان عم بيلعب على أرضه. دفاعياً في تحسن واضح عند مانشستر سيتي، يعني واضح أنه روبن دياز على ما يبدو هو اللاعب اللي كان عم يبحث عنه بيب غوارديولا ليحسن منظومته الدفاعية، اللي تحسنت وصار معدل استقباله للأهداف أقل ومعدل استقباله للتسديدات على مرمى أقل. بس المشكلة الهجومية لساتها موجودة، يمكن غياب جابرييل جيسوس وأغويرو بالفترة الماضية ساعد بهذا الشيء، بس اللي ساعد أكثر أنا برأيي هو عدم الثبات بالتشكيلة الهجومية عند مانشستر سيتي. ستيرلينج هو الشيء الوحيد الثابت على الجناح جنب دي بروين. ستيرلينج اللي عم بيكون مشكلة بالنسبة لبيب، بدل ما يكون هو الحل، تضييعه للفرص السهلة بكل مباراة عم بيروح على السيتي كثير نقاط مهمة. بس على الطرف الثاني رياض محرز، برناردو سيلفا، ولا فيران توريس اللي عم بيتألق بشكل كبير مع إسبانيا على حساب ألمانيا، واحد فيهم عم بيحجز عادة المركز الأساسي. هذا التغيير الكتير عم بيسبب مشكلة أنا برأيي هجومية لمانشستر سيتي. بس السيتي على الطريق الصحيح، يعني ما له مبتعد عن صراع الصدارة، فوز أو اثنين بمباريات كبيرة مثل هاي ممكن نرجع السيتي مرة تانية لنشوفه بقيادة الدوري الإنجليزي وبالصدارة، خاصة ليستغل ظروف ليفربول السيئة جدا بالوقت الحالي. المباراة الثانية بما أننا عم نحكي على ليفربول فهي مباراة ليفربول والسيتي. ليفربول اللي كمان عم يعيش أيام جميلة جدا حتى ما قبل التوقف بصراحة، بدأ يعاني من كم إصابة بعد فترة سنتين تقريبا، سنتين ونص الفريق ما عانى فيها من ولا إصابة. بتحس اجتمعوا هدول السنتين كلهم واجتمعوا عليه بهي الفترة الصعبة، إصابات عدد مبالغ فيها جدا. ليفربول رح يلعب مع ليستر حرفيا بدون خط دفاعه بالكامل، غياب أرنولد، فان دايك، غوميز وحتى روبرتسون. المتبقي أو الناجي الوحيد من خط الدفاع هو ماتيب. خلينا نشوف كيف رح يتعامل بيب يورغن كلوب مع هاي المشاكل اللي عم بيواجهها، لأنه في غياب صلاح، في غياب الكانتارا وفابينيو كمان. هلأ صلاح غيابه يمكن يقدر يتلافى كلوب بوجود جوتا اللي دخل بالمنظومة بشكل كتير كبير، وهي ميزة جوتا أنه بيقدر يلعب على اليسار على اليمين وحتى كقلب هجوم بدل فيرمينيو. فهجوميا الفريق ما بتصور رح يواجه مشكلة، في عنده مشكلة دفاعية كتير كبيرة وفي عنده مشكلة بخط المنتصف. الشيء الحلو بيورغن كلوب انه ما بيطلع على النص الفاضي من الكاسة، دائما عنده ثقة بالقادم، ثقة انه هو حتى البدلاء ممكن يقدموا له اللي عم بدور عليه، وهذا الشيء والسبب الرئيسي اللي بنخلي دائما اللي بخلينا نشوف انه البدلاء دائما بيعطوا نتائج فورية لليفربول، لانه دائما عنده ثقة كلوب
مو الرجل اللي بيطلع بيشكي الحال للإعلام، اللي هو بالنهاية الإعلام ما بيقدر يغير حاله لكلوب أو لأي نادي أو لأي مدرب بيشتكي. ليستر سيتي عم بيعيش فترة خرافية مع براندن روجرز، يعني امتداداً للموسم الماضي، انفجار فاردي هجومياً، خطة 3-4-2-1 اللي عم بيلعب فيها سمحت له يضيق المساحات كتير بين خطوطه وخلته يلعب بالطريقة اللي هو عم بيشوفها مناسبة له على نقاط قوته. وشي تغير كتير مهم بليستر سيتي هو قوة الشخصية الواضحة أصبحت لديه. أكبر مثال على هذه القوة الشخصية كان مباراته ضد السيتي، لما تلقى هدف كيف سمح لنفسه أنه يرجع يلملم أوراق مرة تانية، وشفناه كيف فاز بخماسية. أنت لما تتلقى هدف أمام السيتي صعب ترجع تفوز بخمسة، هذا بده قوة شخصية كتير كبيرة، بده مدرب مسيطر على الفريق، وهذا شيء شفناه واضح بليستر سيتي. وفاردي هجوميا أصبح مرعب أمام المرمى امتدادا للسنوات الماضية، بس هلا عم نشوفها أكثر على أرض الملعب، على أرض الواقع. ليستر سيتي الموسم الماضي كان بين الأربعة الكبار طوال الموسم، حتى الجولة الأخيرة ممكن نرجع نشوفه هذا الموسم بين الأربعة الكبار حتى الجولة الأخيرة ويذهب للتشامبيونز ليج بشكل مباشر. بالليغا في مباريتين كتير مهمات، المباراة الأولى بين ريال مدريد وفياريال. ريال مدريد اللي جاي من فوزين، واحد منهم بالكلاسيكو والثاني على هويسكا، وجاي من كارست فالنسيا، الكارسة اللي صعب جماهير ريال مدريد تتقبلها أو تنساها. الفريق عنده مشاكل كتير كبيرة، حتى دفاعيا عنده مشاكل، إصابة فاران وراموس المحتمل غيابهم عن مباراة فياريال، وإصابة فالفيردي القلب النابض لريال مدريد راح تترك زيدان بمشاكل كتير كبيرة تشبه مشاكل ليفربول. خلينا نشوف كيف راح يقدر يتخطى هاي المشاكل. العقم الهجومي الواضح عند بنزيما وعند ثنائي الأطراف، إن كان فينيسيوس أو هازارد أو رودريجو أو أسنسيو، في مشاكل هجومية كبيرة عند ريال مدريد هذا الموسم، وفي مشاكل دفاعية حتى بوجود كاسيميرو اللي هو عم يقدم أسوأ بداية تقريبا له كبداية موسم، لأنه حتى بوجود كاسيميرو الفريق كان دائما عم يتلقى أهداف بأرقام كبيرة وعم يتلقى هجمات عددها كبير. فياريال جاي من تعادلين وفوز، 4-3-3 التقليدية عند يوناي إمري، قوة هجومية كتير كبيرة، جيرارد مورينو، الكاسير وباريخو، وثنائية باو توريس مع البيول عم تعطيهم قوة دفاعية أيضا. المباراة كتير مفصلية لريال مدريد لأنه جاي قبل موقعة إنتر بميلانو لحتى نشوف إذا ريال مدريد هيتأهل بالشامبيونز ليج ولا لا. المباراة الأخيرة هي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، أتلتيكو اللي عم يعيش أفضل حالة لإله، أتلتيكو اللي تقريبا عنده أكبر فرصة ليفوز بالدوري بنظر كتير متابعين، نظرا لحالته الفنية العالية جدا ونظرا لحالة منافسينه برشلونة وريال مدريد الغير مستقرة. في انفجار هجومي بخط هجوم أتلتيكو مدريد على غير العادة، تأثير سواريز واضح على الفريق وعلى جواو فيليكس اللي كمان عم يسجل أهداف كتير كبيرة. الفريق ما تأثر بغياب بارتي اللي انباع باليوم الأخير لأرسنال، في حلول بخط وسط الملعب، في حلول دفاعية ككتلة. ريال أتلتيكو مدريد رجع مرة تانية نشوفه لما يدافع ككتلة واحدة، وبالتالي الأهداف اللي عم يستقبلها عددها قليل. بصراحة كل الظروف مهيئة لأتلتيكو مدريد لحتى يروح نحو اللقب. ومباراة برشلونة بالنسبة له مباراة مفصلية بموضوع الثقة، أنه أنا بقدر أفوز على فريق مثل برشلونة وأضل متمسك بالصدارة ومتجه نحو اللقب. برشلونة اللي جاية من خسارة من ريال مدريد، من تعادل مع ألافيس ومن فوز على ريال بيتيس 5-2، غير كتير مفاهيم من جماهير برشلونة، عطاهم جرعة ثقة كتير كبيرة بمشروع كومان مرة تانية وبالعناصر اللي عم بتطبق هذا المشروع. غياب فاتي مشكلة كتير كبيرة بالنسبة لكومان، خلينا نشوف هذا الصداع كيف بده يحله. هل ديمبلي هو اللي راح يروح على اليسار وبدري اللي يبدأ على اليمين ولا ترينكاو؟ هل في تغيير؟ عودة كوتينيو كمان لنص ملعب مهمة جدا، ممكن هو اللي يكون على الجناح بدل فاتي. بس غياب بوسكيتس أنا برأيي فرصة كتير كبيرة لرونالد كومان ليشوف ثنائية بيانيتش وديونج اللي الكل عم بيطالب فيها والكل عم بيشوف أنه هي أفضل من ثنائية بوسكيتس وديونج. تبقى مشاكل برشلونة الدفاعية على مستوى الأفراد والتمركز بين لينغلي وبيكي هي أكبر مشاكل برشلونة اللي لازم رونالد كومان يحلها. أعطوني بالتعليقات أي مباراة عم تستنوها أكثر شيء بالدوري الإنجليزي أو بالدوري الإسباني، وتوقعاتكم للنتائج. لهون الحلقة بتكون وصلت لنهايتها، بشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.